جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. هكا قالت مايا جريبي بعد ما انت قلت لها ان راك مش في بلاستك ويا ريت تلتحق بينا. لا بدون تعليق، انا سمعت التسجيل هذا ورفضت ان نعلق عليه، واليوم كيف كيف لن اعلق. علاش؟ شوف احنا طلبه كي نقريوهم ديما نقول له تعمل ارغيومونتير باش تحكي في موضوع ما، تتحاشى انك تعمل الامور ديسبروبورسيوني. اذا واحد قال لك حويجه هكا تجاوبه هكا، اذا واحد تحكي معك هكا، وكما انت ذكرت كنت انا كنت لطيف في اي دعوه معناها تعتبره، فهالاجابه بكل معناها يظهر لي المساله لا تستدعي. فما برشا حساسيه. لا فما حاجه، فما يمكن السؤال تطرح في وضع او في ظرف معناها ربما امور ما كانتش قد خلى انه يكون معناها اجابه متفتره. ما نجاوبش على اجابه متفتره، نجاوب على اجابه رصينه ومعقوله ومسؤوله. كان اجابه مسؤوله نجاوب. وانا شو قلت؟ متذكر شنو قلت؟ والله احنا نراو انه ما يستغرب اصدقائنا الجمهوري معنا مش في الشغل احزاب رابطه. اذا قالت لا واحنا لا فات الحكايه، ما عادش ندير لها تداول. ربي يوجه خير، واحنا اصدقائنا اليوم وامبارح ومع بعضنا البارح وحبينا اليوم نكونوا مع بعضنا، فات الموضوع بالنسبه لنا. ايش قال لك سميرة؟ طيب الحقيقه انا ما حبيتش نبدا حلقه اليوم بهذا باش نعمل بوز، اما حبيت نبدا بهذا لانه هذا واقع المعارضه اليوم. هي داير حتى سالت قالت يا اخي موقعه وين سميرة؟ طيب تحب تجاوب؟ نجاوب. ولا انت نهار المسيره هذيك موقعنا كنا عملنا مسيره مع الجبهه الشعبيه، معناها اذا هذا ما يوضحش موقعنا وين، والمسيره الاخرى مش لازم نذكر شكون اللي هبطوا فيها، دونك لا فائده باش نرجع للموضوع. والله ماذا بيا من هي هذا واقعكم المعارضة مشتة بشكل رهيب. والله مش واقعي انا واقع الناس اللي كي تدعوها ترفض وتجابك بالحجج هذه، دونك ما عندي حتى شيء مقول، انا ما عندي ما نعلق. حتى انه والله في الحزب كلفوني قالوا كيفاش ونجاوب، شوف كيفاش هذوما اصدقائنا ورفاقنا، وبرا واحد يغلط يا رسول الله ويعمل تصريح متشنج، مش لازم نرد عليه. تحسبها غلطه لا نحسبه متشنج، انا وضع متشنج، كل واحد عنده ظروف، وفي الوقت النجم يكون انا مثلا فتره متشنج ونعمل تصريح ما عجبش وليد، وهو من الاحسن كيبدا صديق يقول هذا سمير ما كانش في ظروف، مش لازم نجاوبه. دونك ما يجري بي صديقه. لا وجمهوري اصدقائنا ما حتى مشكله، احنا منذ اسبوعين او ثلاثه كان وفد ما كنتش فيه الحق، انا كنت موجود، لكن وفد من حزبنا مشى زار الحزب الجمهوري. حكينا في الوضع البلاد. معناها مش لانه شوف هذا علاش تو انت تسالني على المعارضه، لو كان باش نتيحوا احنا في التصريح والتصريح المضاد تو نذكروا احنا، خلينا في الايجابي. ما يسالش ما يملها لا صديقه. واضح. طيب. ما فايده ندخلوا في الجدل. جوهره اف ام، جوهره اف ام، الدنيا وما فيها.